صباح الخير يا زلمة، متابعين في تحليل فني الصباح لشركة وينز بروكر. يا دمو لكم كريم مجد، اليوم 9 مارس 2021، وهنتكلم مع بعض في الفيديو بتاعنا عن أسعار الذهب. تدورات تجارية لأسعار الذهب ومحاولات للتعافي مرة أخرى بعد أن تعادل بريق المعدن بفضل تراجع في عوائد سندات الخزانة الأمريكية بعد أن سجل الجلسة السابقة أقل مستوى ليه في 9 أشهر، ولكن سرعان ما تماسك وبيحاول مرة أخرى العودة للأداء الإيجابي. ما كانش عندنا أي بيانات هامة نقدر نتكلم عليها خلال تداولات أمس والنهاردة، أيضا غياب كامل للبيانات الهامة، ولذلك خلونا ننتقل مع بعض ونشوف الشورت توقعاتنا ليه على مدار اليوم النهاردة. زي ما احنا شايفين طبعا الأداء السلبي خلال تداولات أمس لأسعار الذهب وانخفاضه وتسجيله أدنى سعر ليه خلال 9 أشهر عند 1676، ولكن بيحاول مرة أخرى التعافي والعودة للأداء الإيجابي مع انخفاض عوائد السندات زي ما ذكرنا لحضراتكم. ولكن ما زال الأداء السلبي طبعا هو الواضح، أداء سلبي على الـ EMA، على الـ Flat Trend، تقاطع متوسطات سعرية الأسفل، حتى لو بيحاول يقوم بحركات تصحيحية. متوقع ليه إنه يوصل طبعا لـ 1710 كحركات تصحيحية، ولكن هيعود مرة أخرى الأداء السلبي بشرط كسر 1684 وراها الـ 64 وآخر نقطة عند الـ 44. مرة تانية الأداء الأكثر توقعا هو الأداء السلبي بعد أن يقوم طبعا بحركات تصحيحية ويختبر الـ 1710، وده هيتحقق بكسر ال 1684 علشان يروح ال 64 وراها ال 44. السيناريو الآخر والمعاكس هيتحقق بكسر ال 1735 علشان يروح لل 60 وآخر نقطة عند ال 1790. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو، بتمنى لكم أكيد يوم تداول آمن، وبشكركم على حسن متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.